السلام عليكم. وتحرك عاجل من مجموعة شركات مصرية توجه ضربة ضد إثيوبيا دوليا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مجرم خطير جدا. وخبير مياه مصري يكشف مفاجأة عن موسم فيضان النيل الأزرق، ومفاجأة تفاصيل تحرك مصر والسعودية لتنظيم كأس العالم 2030، والبقاء لله وفاة فنان من أهم أعمدة المسرح والدراما المصرية. ودار الإفتاء المصرية تفجر مفاجأة عن زواج البارت تايم. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وتحرك مجموعة شركات مصرية كبرى وتوجه ضربة ضد إثيوبيا دوليا. موقع القاهرة 24 أفاد بأن شركات مصرية دخلت في مقاضاة دولية بشكل رسمي ضد إثيوبيا بسبب تضرر المنطقة الصناعية في إقليم تيجراي وتعطل العمل فيها منذ عام ونصف مع بدء الصراع في تيجراي. وكان رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيجراي بإثيوبيا علاء السقطي قد كشف في تصريحات للقاهرة 24 في وقت سابق أن المصانع المصرية المستثمرة في إثيوبيا تكبدت خسائر بلغت نحو 40 مليون دولار، وأن الشركات المستثمرة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها. وأضاف أن الشركات المصرية المتضررة من نزاعات والحرب الأهلية في إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولي لتعويضها عن الخسائر. وأضاف أن الشركات المصرية لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية وسفارة أديس أبابا بمصر على مدى أول 6 أشهر من العام بشكل ودي، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمي ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك. ولفت إلى أن الإقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الإثيوبية يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للدولة. مصدر معانا كان من القاهرة 24، ونجد الآن تحرك مجموعة من الشركات المصرية المتضررة في إقليم تيجراي بسبب الحروب الأهلية التي تشهدها إثيوبيا الآن، ولجوء هذه الشركات للتحكيم الدولي ومقاضاة إثيوبيا دولية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وبموجب هذه المقاضاة يعني سمعة إثيوبيا الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الموجودين في العالم هتقل بشكل ملحوظ وكبير جدا، والاقتصاد الإثيوبي هيتضرر بشكل مباشر وغير مباشر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مجرم خطير جدا. ونجحت أجهزة الأمن في مصر من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. يعني عاوز أقول لحضراتكم 577 حكم قضائي، يعني المفروض يعملوا موسوعة جينيس للناس اللي بتحقق أرقام قياسية في الأحكام القضائية اللي محكومة على الأشخاص. يعني ده المفروض يعملوا حاجة. 577 حكم قضائي ده شيء يعني خطير جدا. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك شركة للتنمية والتجارة مقيم بدائرة قسم المعادي بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في عدد 577 حكم قضائي متنوع في قضايا تبديد وضرب ومباني وسرقة تيار كهربائي بإجمالي عقوبات 126 سنة حبس وكفالات 56550 جنيه، قيامه بتغيير محل إقامته خوفا من ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الشخص. زي ما قلت لحضراتكم، يعني المفروض نعمل موسوعة جينيس تحطيم الأرقام القياسية في عدد الأحكام القضائية المحكومة على الشخص. مصدر معانا كامل اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا تحية كبيرة لأجهزة وزارة الداخلية للتوصل لهذا المجرم وضبطه.
وأترك لحضراتكم التعلي على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبير مياه مصري يكشف مفاجأة عن موسم فيضان النيل الأزرق. قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن موسم الفيضان بدأ في الأول من يوليو الماضي بمعدل أمطار متوسط، حيث حجزت إثيوبيا حوالي 3 مليار متر مكعب من المياه في التخزين الثاني. وأضاف عباس شراقي: بدأ موسم الفيضان أول يوليو الماضي بمعدل أمطار متوسط، وقد حجزت إثيوبيا حوالي 3 مليارات متر مكعب في التخزين الثاني الذي لم يكتمل نتيجة عدم إتمام الإنشاءات الهندسية في جسم السد، خاصة الممر الأوسط. وتابع: وجاء إلى السودان ومصر 4 مليار متر مكعب من إجمالي إيراد شهر يوليو البالغ 7 مليارات متر مكعب، وبدأ أغسطس بفيضانات عالية في الثلث الأول بمتوسط حوالي 700 مليون متر مكعب في اليوم، انخفضت في الثلث الثاني إلى 600 مليون متر مكعب في اليوم، وفي الحالتين ظلت أعلى من المتوسط 500 مليون متر مكعب في اليوم، بزيادة حوالي 3 مليار متر مكعب، وهذا يعادل كمية التخزين الثاني وإجمالي 13.7 خلال 21 يوم من أغسطس الذي يأتي سنويا بمتوسط 15.5 مليار متر مكعب. أشار إلى أنه من المتوقع في النصف الثاني من الموسم أن تستمر الأمطار أعلى من المتوسط ولو قليلا، وعادة ما يتم تقييم الإيراد الكلي في نهاية شهر سبتمبر من كل عام. وقال: تعمل السودان على تفريغ جزء من خزانات سدودها قبل موسم الفيضان بعدة أشهر استعدادا لاستقبال الفيضان الجديد، وإن تأخر هذا العام تحسبا للتخزين الثاني لسد النهضة، وتسمح بإمرار معظم مياه الفيضان في النصف الأول الممتلئ بالطمي إلى مصر على أن تبدأ في النصف الثاني في تخزين ما تم تفريغه أولا، ثم معظم الحصة السنوية، ولولا السد العالي لما تمكن السودان من استعادة ما يتم تفريغه، وبالتالي سوف يقل معدل تدفق المياه إلى مصر خلال الشهر القادم مقارنة بالنصف الأول من الموسم والحصة الكاملة هذا العام. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. معانا خبر صار وجميل جدا صراحة، لما يعني قرأت الخبر وأنا بحضر هذا الخبر يعني فرحت جدا. أقول لكم تفاصيل الخبر وتفاصيل تحرك مصر والسعودية لتنظيم كأس العالم 2030. موقع قاهرة 24 أفاد بأن مصر ستبدأ في الفترة المقبلة في التقدم رسميا لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع السعودية. ووفقا لموقع قاهرة 24 سيتم الإعلان عن الملف المشترك بصفة رسمية في الفترة المقبلة بعد موافقة الدولتين عليه لتنظيم الحدث العالمي الكبير، وتشكيل لجنة مشتركة سيكون أبرز المتواجدين بها حتى الآن هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم للفوز بالحدث. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صرح في وقت سابق بأن تنظيم كأس العالم 2030 في حسابات مصر ضمن خطة التنمية المستدامة، وأن مصر ستسعى للحصول على تنظيم البطولة. يذكر أن مصر نجحت في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو 2013، وبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، وكأس العالم لكرة اليد. المصدر معنا كان من كايرو 24 القاهرة 24. نتمنى إن شاء الله إن مصر تستضيف بطولة كأس العالم 2030 على أراضي المصرية، هيبقى شيء جميل جدا وهيخلي اقتصاد مصر في حتة تانية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والبقاء لله، وفاة فنان من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية. أفادت صحيفة الوطن المصرية بوفاة الفنان ماهر لبيب جرجس بعد صراع مع المرض عن عمر 72 سنة. وعن حياته في مسيرته الفنية أشارت الوطن إن ماهر لبيب جرجس انطلق في مشواره الفني بمنتصف السبعينات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون، وهو دائما المحقق أو الضابط الذي يظهر في نهاية الفيلم. ولفتت إلى أن من أعماله التلفزيونية مسلسل أحلام الفتى الطائر عام 1978، ويوميات 1978، ويوميات ونيس 1995، ووجه القمر سنة 2000،
ويمكن رؤيته في دور المحقق ووكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصري عادل إمام في فيلم كراكون في الشارع عام 68. أوضحت الصحيفة أن ماهر لبيب جرجس يعد واحدا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، قدم أدوار البطولة في أفلام الأنبا إبرام والأنبا سموائيل المعترف وأبونا القنبس إبراهيم البسيط وفيلم القديس سمعان الخراز. المصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وبقاء الله، وربنا يصبر أهله بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، ودار الإفتاء المصرية تفجر مفاجأة عن زواج البارت تايم. وعلقت دار الإفتاء المصرية على إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج كزواج البارت تايم، معتبرة أنه يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم. وفي بيان لدار الإفتاء قالت: لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حديثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الفترة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليها ديننا الحنيف ورعتها قوانين الدولة. وأضافت ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التوقيت بزمن معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، مشيرة إلى أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلا كان زواجا محرما ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعي. المصدر معانا كان من RT والصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك. عاوز أقول لحضراتكم حاجة، جواز البارت تايم يعني جزء من الوقت. يعني إيه جزء من الوقت؟ يعني أنا هعمل عقد بيني وبين واحدة، وهنعمل العقد ده هيبقى محدد بأن العقد ده هينتهي أو عقد الزواج ده هينتهي يوم كذا ساعة كذا في الميعاد كذا، وبالتالي هذا الزواج غير صحيح، لأن يعني من أسس الزواج أو معنى الزواج هو الدوام والاستمرار وإنشاء حياة أسرية يعني صحيحة وسليمة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عاوز أقول لحضراتكم، يعني مش عاوز أقول كلمة صعبة، ولكن يعتبر زواج البارت تايم ده زنا، يعني زنا بس مقنن بطريقة يعني شيك. فطبعا يعني نتمنى ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. لو نعرف حد بيعمل الموضوع ده نحاول ننصحه. يعني في محامي طلع وقال ان زواج البارت تايم ده ما فيهوش اي مشكله و و و و يعني المحامي ده شغال في الحرام للاسف. نتمنى لي الهدايه، انا يعني نتمنى الهدايه، لان ما فيش حاجه اسمها زواج بارت تايم. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. بإذن الله تشوفوني في أخبار جديدة أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.